Assalamu alaikum wa rahmatullahi. It's the third day of Ramadan and we're here on behalf of One Nation. And we're going to distribute these hot meals to the children and the people in these refugee camps, inshallah. It's just before Maghrib, the sun's about to set. These hot meals are ready to be distributed. These meals are only £1 and this meal consists of burghul and chicken and vegetables. It's in a top one. لنا من أمرنا رشدا وانشر علينا من الستر الجميل ردا وافتح لنا منك فتحا غير منقطع واجعل لنا فرجا وابعث لنا مددا وسهل الصعب من خير الأمور وكن لنا معينا على الطاعة مستندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه أنت الكريم وقد وجهت يا صمد إلى عطائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا فاجعل ثوابي دوام الستر